احتياجاتي عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي. الحنان، الحب، الإحساس، هذه كلمات تصف شخصية الخادم في برنامج لست وحدك، فليس هناك أجمل ولا أروع من أن يقوم الإنسان بعمل الخير. واليوم نرى معا نماذج لأطفال يمرون بظروف صعبة وثقيلة، ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعوا أن ينجحوا ويتفوقوا في مجالات شخصية واجتماعية ودراسية مختلفة، وذلك تحت رعاية هيئة كوبتيك أورفنز. تعالوا معا لنتابع هذا اللقاء. من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. من منطلق هذه الوصية السماوية أقامت هيئة كوبتيك أورفنز بمساهمة أقباط المهجر الحفل الثالث لبرنامج لست وحدك، الذي يهدف إلى مساعدة وتنمية المواهب المختلفة. ويتناول الحفل تكريم المشاركين في البرنامج في المراحل التعليمية المختلفة من المعاهد والثانوي والإعدادي والابتدائي والكشافة. كابتيك أورفنز اكشلي بدايتها إز إن إحنا أقباط عايشين بره، وحاسين ان احنا مازال جزء من مصر وبنحب بلدنا وعاوزين خير لبلدنا. فزي بالظبط ما قداسة البابا بيقول مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن تعيش فينا. فاحنا فعلا حاسين بكده وعملنا يعني حولنا الاحساس ده الى فعل. يعني عندنا برامج حلوة جدا احكي لك، بس ثلاث برامج، واحد اكبر واحد اللي اسمه لست وحدك وتركيزه على تنمية وتمكين الطفل، وبعدين عندنا برنامج تاني اسمه ابنتي الغالية، وده التركيز بتاعه عن تسريب البنات من التعليم خصوصا في الصعيد وفي القرى. وبعدين ثالث برنامج عندنا اللي هو احنا بناخد الجيل الثاني والثالث اللي عايش بره من الاقباط وغيرهم عايشين بره، وييجوا يعملوا فالنتيرينج ان هم ييجوا يشتغلوا هنا في مصر في مجال التنمية تطوعي. عندي موهبة القراية، فهم حفزوني على ان انا اقرا اكتر وانمو يعني في معرفة ربنا كمان، حفزوني على التفوق والنجاح اللي انا فيه ده دلوقتي. وبس هما كانوا قدوة بالنسبة لي في كل شيء، روحيا وإنسانيا واجتماعيا وكل شيء يعني. طيب يعني كل واحد فيكم كان ليه خادم مسؤول عنه، أو كل مجموعة كان ليها خادم مسؤول عنها، أنت شفتي إيه في الخادم بتاعك حسيتي إنك ينفع تاخدي قدوة ليكي؟ الخادم بتاعي أستاذ وجيه، روحاني قوي، راجل كبير في السن كده، فيبان عليه بقى ملامح الوقار والتدين، فده ساعدني على ان انا اصلي بانتظام ويبقى لي روحياتي بقى بتنمو اكتر بمتابعه اب اعترافي وارشاده. يعني الصلاه بانتظام دي ما اكتسبتهاش في وقت قليل، لا ده بصعوبه عشان اكتسبها. فاللي حفزني الاول استاذ وجيه وبمتابعه وارشاد اب اعترافي. كلير واحده من المشتركات في برنامج لست وحدك. كلير بالك قد ايه مشتركه في البرنامج؟ هي لسه اول سنه ليه. دي اول سنه. طيب كلير البرنامج نما فيكي ايه؟ يعني انا شايفه ان انت معاكي هنا بترسمي حلو وكل حاجه، ممكن ترفعيها شويه، بترسمي حلو، بس عايزه اعرف البرنامج نما فيكي ايه اكتر؟ بصراحه حابه ان انا ازود موهبتي دي واكترها، وان انا احب ان انا ارسم اكتر واكتر عشان السنه الجايه ابقى متفوقه اكتر. انت مين اللي شجعك اصلا انك تخشي برنامج لست وحدك؟ سوني منى وجيه. طب كان ايه دورها في دخولك وكان ايه دورها بعد كمان دخولك؟ هي حبيبتني ان انا اخش وقالت لي يعني ادخلي وكده وهتتكرمي وفي حاجات حلوه كتير ليكوا يعني، وشجعتني ان انا ادخل ودخلت وبصراحه يعني انبسطت. في حاجه عايزه تعمليها في الفتره اللي انت موجوده فيها جوه البرنامج؟ ازود الموهبه اكتر. مارينا صابر واحده من المشاركات في برنامج لست وحدك. مارينا بقالك قد ايه مشتركه في برنامج لست وحدك؟ يعني حوالي 6 سنين. طيب مارينا فرق معاكي اشتراكك في البرنامج عن قبل ما تخشي فيه؟ طبعا ان هما بيدونا تشجيع كتير ان احنا نكمل ما نيأس ما نقفش عند حد واحد. هما ساعدوني كتير ان انا ارسم، ساعدوني يدوني تشجيع وكلمات تخليني ان انا اتقوى اكتر، مش ان انا افضل احزن وافضل يأسة وقاعدة مكاني ما بعملش حاجة. فطبعا فرق معايا كتير عن الاول.
مارينا نفسك تعملي ايه؟ سواء لبلدك، سواء لأهلك، سواء لكنيستك، نفسك تعملي ايه؟ هو عامة أنا كان نفسي جدا قوي إن أنا أعمل حاجة، إن ما معيش وأموت وما بقاش عملت حاجة كده هوت وما تذكرش حتى، لا حاجة تبقى مميزة بيا أنا، حاجة لوحدي أنا، حاجة أنفع بيها كل الناس، اختراع، نظام جديد، أي حاجة تبقى حلوة أنفع بيها كل الناس وما تبقى مميزة عامة ما تنسيش. مارينا واحدة من المشتركات في برنامج لسه وحدك. مارينا بقالك قد ايه مشتركة في برنامج؟ بقالي 3 سنين، كنت طالعة مرحلة سنة أولى ثانوي، فبقالي 3 سنين. مارينا اتعلمتي ايه في خلال ال3 سنين دول؟ أنا اتعلمت حاجات كتير، إن أنا أبص لمذاكرتي، أشوف مستقبلي، يعني حاجات كتير. قبل دخولك البرنامج وبعد دخولك البرنامج فرق معاكي في ايه؟ هو فرق حاجات كتير، ان انا كنت الاول مفيش مذاكره مفيش اي حاجه، بصيت لحاجات كتير، بصيت للمذاكره، بصيت لمستقبلي، لان مفيش حاجه تاني هي المستقبل بس. نفسك تعملي ايه سواء لبلدك سواء لنفسك سواء لاي حد؟ نفسي اشرف بلدي، ونفسي اشرف اهلي، وكده ان شاء الله. بس بقدم في الجامعه وان شاء الله اقبل. انا جايبه 84. مارينا كل مجموعة فيكم ليها خادم او كل واحد ليه خادم، انت استفدتي ايه من الخادم بتاعك او حبيتي فيه ايه وحسيت ان هو هيبقى قدوتك فعلا؟ هو علمني الانتظام، وان انا اساعد الاخرين، وان انا اروح كنيستي وانتظم بحاجتي ومستقبلي واشوف دراستي وكعادة كنيستنا الأرثوذكسية بالاهتمام بأبنائها وحرصها على مشاركتهم في كل احتفالاتهم، حرص نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف شبرا الخيل. وقد تضمن الحفل مجموعة من الفقرات المختلفة، من بينها مسرحية بعنوان رسالة حب التي قام بها أولاد لست وحدك. وريني إيدك كده فيها إيه؟ إيه ده؟ مش دي الفلوس اللي انا شاريها في الغياب؟ انت بتسرقني يا مايكل؟ ايه؟ مش معقول، ده لا يمكن، مستحيل، مايكل عمره ما سرق. ما انت مش راضيه تديني فلوس، ولو اخدت مني الفلوس ديت انا هسيب لك البيت وامشي. هات. لا ماما رد عليا، يا ماما رد عليا، يا ماما عشان قادر يرد عليا يا ماما. عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت. وكان من فقرات الحفل تجربة في العزف المنفرد وأداء فردي لإظهار مواهب هؤلاء الأطفال. سلامي واحتياجاتي، عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي. ساندي واحدة من المشتركات في برنامج لست وحدك. ساندي بقالك قد ايه في البرنامج؟ حالي 3 سنين 4 كده، مش فاكرة بالظبط. ساندي بصي، عايزاكي تكلميني عن البرنامج بشكل عام، هو بيمثل لك ايه؟ ده رقم واحد، اتعلمتي منه ايه؟ فرق معاكي في ايه خلال ال3 سنين دول؟ هو انا كنت وانا في اعدادي كنت حابه ان انا ادخل ثانويه عامه واكمل، ونفسي كنت في ألسن وكده، بس مجموعي ما كانش يعني شويه كويس، دخلت اعدادي بس دخلت تجاري، فكنت حاسه انه خلاص الامل ضاع من قدام عينيا، انه انا خلاص اخري هيبقى دبلوم وهقعد في البيت. ف بجد البرنامج ده شجعني جدا، وحسيت انه لا يعني انا ينفع اكمل، وينفع ينفع بجد اكون حد مش حد عادي يعني. فعلا دخلت ثانوي وذاكرت، وبجد كانوا بيشجعوني جدا، كنت حاسه اني مش لوحدي بجد، يعني حاسه انه فعلا اسم البرنامج ده حقيقي، انه بجد في كل وقت كنت بحتاج لحاجه كنت بلاقيها، في كل حاجه بقى ماديا، تشجيع، كل حاجه كنت بحس انها موجوده قدامي، كنت بحس ان انا ليا اسره كبيره قوي. بجد ما كنتش عمري بحس اني مكسوره قوي او متضايقه اني باخد من حد حاجه، لكن كنت حاسه انه الناس دي اهلي، وبجد بيحبوني وبيحتوني قوي.
حسيت اني لما جبت السنه دي 88% حسيت انه لا، يعني انا بجد الناس دي بجد ليها فضل عليا كبير قوي. احتياجاتي عمري ما دو